السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أحبائي الصغار في الحصة الخامسة. أتمرن من جديد. إذا كنت باقي ما شفتيش التمارين الفيديوهات اللي قبل، شوفهم من الأول، عملية الطرح من الأول باش تتعلم عملية الطرح من الأول، كيفاش كتتم عملية الطرح. راه ثلاثة الفيديوهات أو أربعة الفيديوهات دوزناهم الأول. إذا نمشيو على بركة الله، أتمرن من جديد. سألت سلمى معلمي القسم الثاني عن المشروب المفضل لديهم. سلمى سولت المعلم في القسم الثاني، القسم الثاني اللي كيقرا معاهم، قلت له اين المشروب المفضل لديهم، ودونت نتائج تاليه حصلت عليها في على جدول تالي. قالت لك اسم المشروب الحليب تيبغيو يشربوه 49 واحد، العصير ديال البرتقال كيبغيو يشربوه 37 واحد، والعصير ديال التفاح 28 واحد. صافي فهمتي دابا كيفاش هادي؟ بكم يزيد عدد من يفضل الحليب عن عدد من يفضل عصير التفاح؟ شحال كيفوت الناس اللي كيبغيو الحليب على الناس اللي كيبغيو التفاح، عصير التفاح؟ شنو كنديرو؟ باش كيفوتو؟ اذا خصنا نديرو الطرح باش نشوفو هذا شحال كيفوت هذا. خصنا نديرو العمليه اللي دايره كي بحال هكا، ماشي اللي كي بحال هكا، اللي كي بحال هكا. بجوج بغيتي ديريها عموديه هكا او العمليه افقيه بحال او بجوج، ديرهم اللي بغيتي انت دير. دابا خصنا نعرفوا شنو نقص. عندنا عدد الحليب اللي كيبغيو الحليب، شنو هما هي نقصهم العدد اللي كيبغيو عدد العصير ديال التفاح باش نعرفوا شحال. اذا اللي كيبغيو الحليب شحال اللي كيبغيو عدد الحليب؟ اللي كيبغيو عدد الحليب كيبغيو يشربوا الحليب شكون هما؟ 49. واللي كيبغيو عصير التفاح؟ عصير التفاح 28. إذا غنقصو من 49 غنقصو منها 28 باش نعرفو شحال فاتوهم، اللي كيبغيو الحليب. إذن الواحد اسمها الواحد والعشرة اسمها العشرة، تقومي بها لينا كما قمتي بها الأيامات الأخرى والفيديوهات الأخرى. دير لها غير قولي لي وأنا نكسب. يلا قولي لي الواحد اسمها الواحد والعشرة اسمها العشرة. تسعة ناقص ثمانية. ديريها بصبعتيك. تسعة نقص منها ثمانية. يلا هيا، ماشي هادي، هذا ما معاهمش. معاهمش هي. هيا أربعة نقصنا منها واحد جوج ثلاثة أربعة. شحال بقالك؟ واحد. بينا لا بينا نصبع هنا. قالك اصبع واحد، إذا بقى غير صبع، إذا بقى غير واحد، إذا واحد، تسعة ناقص ثمانية واحد، زيدي كملي. أربعة ناقص اثنان. ديري لي صبعتيك، ناقص اثنان. اثنان. هكا، هذه العملية. واحد وأربعة، إذا بكم يزيد عدد من يفضل الحليب عن عدد من يفضل عصير التفاح؟ يزيد عليهم شحال؟ ب 21. فايتينهم ب 21. إذا العملية العمودية هي 49 ناقص 28. 9 ناقص 8 شحال قلنا كتساوينا؟ 8 ناقص 9 ناقص 8 واحد. 4 ناقص 2 21. بكم ينقص عدد المتعلمين الذين يفضلون عصير البرتقال عن عدد الذي يفضلون الحليب؟ اذا شنو غندير ثاني؟ غنشوفوا شكون اللي كيبغي بشحال كينقص، هذاك بشحال كيزيد بشحال كينقص، راه هو النيت. بكم ينقص عدد المتعلمين الذين يفضلون عصير البرتقال عن عدد الذين يفضلون الحليب؟ اذا 49 كيبغيو الحليب، نقصوا منها شحال اللي كيبغيو العصير ديال البرتقال؟ 37. 9 ناقص 7 ديري في صباتيك. يلا 9 ناقص 7 4 5 6 7 2. قولك 2 عشرات؟ العشرات 4 ناقص 3. زيدو كده ما تبانش هذاك الشيء. ها كملي. هي واحد. واحد. احنا خصنا 3. 12. إذا
49 ناقص 37. 9 ناقص 7 قلنا اثنان، 4 ناقص 3 واحد، 12. إذن ينقص عدد المتعلمين الذين يفضلون عصير البرتقال عن الذين يفضلون الحليب. شحال كيفوتهم؟ ب 12، كنقصهم ب 12. لزنا هذاك 12 غيولي مقادن، ها دابا 12 كنقصوا عليهم ب 12. أتذكر لدى البائع 78 كرة، باع منها شحال باع منها؟ 35 كرة. كم بقي عنده من كرة؟ شنو كنديروا دابا؟ لإيجاد العدد المطلوب أضع وأنجز. شنو كندير؟ 78 الكرات اللي عنده كاملة، باع منهم شحال؟ 35. وشحال بقاو عندهم؟ هذا نشوفوا العدد، كنديروا العملية تاع الطرح، كنقصوا من هذاك العدد اللي كان عنده كامل هو 78، كنقصوا منهم هذاك العدد اللي باعهم هو 35، باش نشوفوا شحال بقاو عنده. أضع العملية عموديا كما مع احترام الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات. عمودية الوحدة 78 35. إذا الوحدة اسمها الوحدات، العشرة اسمها العشرات. 8 ناقص 5 تساوي 3، 7 ناقص 3 4. إذا كنديروا 43. شحال بقاو عندهم الكرة؟ 43 كرة. إذا طرح العملية الأفقية، الطرح أطرح الوحدات 8 ناقص 5، 8 ناقص 5 تساوي 3. أكتب 3 في دار الوحدات، هي هذه، يعني في هذه الجهة هذه، هذه هي الدار ديال الوحدات، صافي؟ أطرح العشرات 7 ناقص 3 تساوي 4، أكتب 4 فين؟ في الدار ديالاش؟ ديال العشرات، إذا 43. هكذا كتكون العملية، صافي؟ وبلاتي هذا غير أخيرا أتذكر باش أتذكر، وأخيرا لا تنسوا الاشتراك في القناة والدعم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جهة الجرس ليصلكم الجديد، وإلى اللقاء. القلب. نعم.